بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه شهادة في حق الطريقة الكركرية التي انتسبت إليها في شهر 12 2019 لشيخي لسيدي وشيخي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. فأنا أتكلم عن مشاهدتي، فقد كنت أبحث في اليوتيوب عن شيء يقربني إلى الله، ولفت انتباهي أحد الفقراء يتكلم عن ذكر اسم الله الأعظم وهو يلبس الثياب المرقعة، فاستهوتني الفكرة وبدأت البحث عن هذه الطريقة، وتواصلت مع مقدم الطريقة سيدي عبد الحفيظ الرباطي، وأعطاني الورد بعد إذن سيدي الشيخ محمد فوزي قدس الله سره، والتزمت بالورد مدة تجاوزت 40 يوم، وبعدها أخذت البيعة من سيدي الشيخ محمد فوزي عن طريق الهاتف. والحمد لله، أثناء البيعة وأنا مغمض العينين أستغفر الله، شاهدت من الأنوار التجليات الربانية ما شاهدت، فكنت أرى الظلمة، وبعدها أصبحت تتضح شيئا فشيئا حتى رأيت نورا في هذا. وبعد البيعة لازمت الوردة، وإلى الآن وأنا أسجلها هذه الفيديو يتجلى علينا رب العالمين بمشاهدات ورؤى ليلية وفيضات. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ببركة شيخنا وسيدنا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. وهذه شهادة لا نرجو منها إلا وجه الله، لعل الله ينفعنا بها يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.